استقر لويس دي لا فوينتي المدير الفني للمنتخب أسبانيا على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام منتخب إيطاليا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أوروبا يورو 2024. ويلعب منتخب أسبانيا ومنتخب إيطاليا في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية ببطولة كأس أوروبا، والتي تضم أيضا منتخب كرواتيا ومنتخب ألبانيا، واللذان تعادلا في مباراتهما بالجولة الثانية بهدف لكل فريق. وجاء تشكيل منتخب أسبانيا على النحو التالي: في حراسة المرمى أوناي سيمون، بخط الدفاع مارك كوكوريلا، ناتشو فرنانديز، روبن نورماند، داني كارفاخال. أما بخط الوسط فابيان رويز، رودري، بيدري غونزاليس. بخط الهجوم نيكو ويليامز، ألفارو موراتا، ولامين يامال. فيما يسعى لوتشيانو سباليتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام منتخب أسبانيا مساء اليوم الخميس في يورو 2024. وجاء تشكيل إيطاليا نحو التالي: في حراسة المرمى دوناروما، بخط الدفاع كلافيوري، دي ماركو، جونالي، باستوني. أما بخط الوسط برايان كريستانتي، بيلغريني، باريلا، جورجينيو. أما بخط الهجوم فيرتستي، وساكاماكا، وفيدريكو كييزا. ويتصدر منتخب أسبانيا جدول ترتيب المجموعة الثانية في يورو 2024 بعد فوزه في الجولة الأولى على كرواتيا بثلاثية نظيفة. ويأتي منتخب إيطاليا ثانيا بعد تغلبه على ألبانيا بهدفين مقابل هدف. وسيسعى منتخب أسبانيا ومنتخب إيطاليا لتحقيق الانتصار في مباراة الجولة الثانية ببطولة كأس الأوروبية لضمان التأهل إلى دور 16 في البطولة القارية المقامة حاليا في ألمانيا. وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوفا اليوم الخميس الموافق 20 من شهر يونيو الجاري ليكون هو موعد مباراة إسبانيا ضد إيطاليا، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الثانية ببطولة كأس أوروبا. وستنطلق مباراة منتخب أسبانيا مع نظير منتخب إيطاليا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أوروبا في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.